يعني هذا المثل فيه عبرة عظيمة متعلقة بشاب من لبنان. هذا الشاب عاش بمشكلة اجتماعية، مشكلة اجتماعية مع بعد وفاة أمه، طرده عمه، طبعا طرد من بيته، ما عنده طعام ولا شراب ولا مأوى، رجل يعني كما يقال على الحديدة، ما عنده أي مقاومة الحياة أن يكون يعيش حياة كريمة. طيب ما وين يروح؟ افترش الأرض، أحد الأرصفة، وبقرب يعني إنارة، عمود إنارة، وفي القريب كان يعني حاوية قمامة. خلاص يوميا ينام على الرصيف، يعني موقف بالنسبة له في وضعه موقع ممتاز، يعني عنده رصيف وعنده كهرباء مجانية وعند القمامة إذا بغي يأكل يحصل له بعض اللقيمات. المهم عاش في ظل هذه الظروف، وحتى أحيانا يقول عن نفسي أنه كان يعني تأتيه الأخبار عن طريق بعض الجرائد التي يجدها في القمامة، سلة المهملات، يجد بعض أحيانا بعض القطع من الجرائد التي قد أثر عليها الزيت أو الدهن أو غير ذلك، فكان يقرأ ويطالع وكذا من خلال البيئة التي كان يعيشها. أيها الأخوة، تخيلوا هذا الرجل، إن قلنا عنه زبال مثلا، زبال ماذا عساه أن يقدم؟ كيف يمكن لرجل في مثل حاله أن ينجح أو يحقق نجاحا أو يضع هدفا أو يخطط لحياته؟ قد يكون هذا الرجل ليس لديه أدنى أدوات النجاح، لكن أيها الأخوة كما قلت، عليك أن تصنع أنت النجاح، أن تتوكل على الله عز وجل وتعتمد عليه، ثم بعد ذلك تبحث في نقطة القوة لديك، تكتشف المهارة التي منحها الله تعالى لك. ما هي المهارة التي يمتلكها هذا الزبال؟ فكر في نفسه وحاله مرة وهو يقرأ إحدى ما يعني الفقرات من الجرائد، قال ليش ما أكون أنا صحفي؟ كلهم يكتبون الجرائد ومقالات وكذا، زبال لا يحسن الكتابة ولم يكمل دراسته، يفكر أن يكون صحفيا. فكرة، دائما تبدأ الخطوات بفكرة، تأتيها عزيمة، تأتيها خطوة، تأتيها اندفاع وغير ذلك. الشاهد، أتت إليه هذه الفكرة، لماذا لا أكون صحفيا؟ طيب شو العامل أنا الجيد اللي فيني؟ قال فكر في نفسه، قال أنا فيني ميزة مو موجودة عند الآخرين. شو الميزة؟ يقول ميزة أني أنا زبال، أنا طول 24 ساعة في الشارع، تمر بي الحوادث والمواقف التي أشاهدها أنا قد لا يشاهدها غيري. ففكر من هذه الزاوية، الزاوية التي نحن لو كنا في هذا الموقف لا نرى إلا السواد، لكنه بحث فوجد أنه يمتلك ميزة قد لا يمتلكها غيره، كما يقال النظرة الإيجابية. الشاهد، هذا الفتى، هذا الشاب، قال ما يمكن أن أكون صحفيا إلا إذا تعلمت. طيب شلون أتعلم؟ ما في إلا تعليم مسائي. طيب شلون أدبر أموري؟ لابد أن أبحث عن عمل في الصباح عشان ممكن أروح تعليم ليلي. المهم راح تعليم الليلي، يبغي يعني بعض المصارف، المواصلات، كتب، دراسة وغير ذلك، فاضطر أن يعمل. وين عمل؟ بحث بحث بحث، فحصل له عمل في جريدة. هذه الجريدة شو حصل عمل؟ يعني غير متعلم، يمسح طاولة المدير، طاولة الموظف، طاولة كذا، مكان التصوير، يمسح يعني الطاولات، مو مشكلة. بدأ بمسح الطاولات، بعد ذلك يتعلم ويعمل، بدأ خلاص. وبعدين وفرت له هذه الوظيفة، وفرت له قراءة الجرائد يوميا مجانا، باعتبار أنه يعمل في تلك الجريدة، يوميا يقرأ، يقابل الصحفيين، خلاص صار عنده يعني نوعا ما قراءة دورية للأخبار وللأعمدة، أعمدة الصحفيين. المهم بعد ذلك بدأ يكتب، سوى له دفتر ويكتب المواقف اللي مرت فيه وانطباعاته ورأيه وكذا وتجاربه ومواقف اللي شافها، يعني نقدة لبعض الأمور. فبدأ يكتب 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 في دفتر عنده خاص. في أحد الأيام
كان طالع من عمله طيب وفي مواقف السيارات سبحان الله جانبي يصطدم بشخص كبير في السن طيب وهذا الكبير في السن مصطدم فيه سقطت مذكرته سقط كذا وكذا المهم الكبير في السن اعتذر منه وعطاه وذي فلاحظ هذا الرجل أنه عنده أوراق ويكتب وكذا فقال له أنت وين تعمل؟ قال أنا أعمل في الجريدة يعني. قال له يعني أنت موظف معنا فاستعرف عليه هي في هالجريدة عمل قلت له أنا صاحب الجريدة وأول مرة أشوفك قلت له أنا مو كاتب صحفي ولا صحفي أنا مجرد أمسح الطاولات يعني قالوا شنو اللي معك؟ قال هذه معي يعني كتابات بسيطة وأنا حلمي وأمنيتي أن أكون كاتب صحفي فضحك قال طيب تعال للمكتب وأشوفك أيها الأخوة هذه فرصة أتته وإحنا كثيرا من نقول نبحث عن الفرص أو أقول يعني قد متى تأتينا الفرصة بعض الشباب ينتظر الفرص أيها الأخوة إذا كنا نحن غير متهيئين لاستقبال الفرصة لن نفلح يعني لابد أنت تكون أصلا مستعد بحيث إذا أتتك الفرصة أنت مستعد لكن أن تكون بطال جالس وتنتظر الفرص إذا أتت الفرصة إليك وأنت غير مهيئ لن تنجح في اقتناء تلك الفرصة الشاهد أتت الفرصة إليه وهو أخذ خطوات في الحلم الذي يريد أن يحققه الشاهد ناداه في غرفة اطلع على بعض مقالاته طبعا لابد فيها يعني أخطاء بعض كذا لكن شجعه وقال مو مشكلة اكتب مقالة عن بعض المواقف فكتب له أذن له في مقالة واحدة كتب مقالة واحدة وبعدها مقالتين وثلاث وأربع حتى صار صحفي في تلك الجريدة الآن هذا الشاب أيها الأخوة رئيس التحرير رئيس تحرير تلك الجريدة من زبال إلى رئيس تحرير تلك الجريدة أعتقد أيها الأخوة نحن يعني نحتاج فعلا إلى إعادة التفكير في كل المهارات التي نحن نملكها ماذا كيف أستطيع أن أنجح أيها الأخوة هذا التفكير مفروض يكون دائما أفكر فيه